السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيكم ألف عافية. يعافيك يا دكتور. الله يعافيك يا دكتور. بصوا معي موضوعنا اليوم استكمال للوحدة الثالثة، راح نتطرق لموضوع مهم جدا أصبح أحد أعمدة الاقتصاد الحديث، اللي هو موضوع البنوك الإسلامية. موضوع البنوك الإسلامية اللي أصبح أحد أهم المعالم الحديثة في الاقتصاد. موضوع البنوك الإسلامية طبعاً في نفس الوحدة اللي احنا شغالين فيها، واللي هو هنتطرق له وإن شاء الله هزودكم له فيديو إن شاء الله بكرة أو آخر اليوم، فيديو يتعلق بالبنوك والعمل في البنوك الإسلامية. أهم شيء نفهم أن هناك فرق ما بين البنوك الإسلامية والبنوك التجارية. في عنده مصطلح بداية، يمكن أعرج لكم على قضية مش موجودة في الكتاب بس من باب العلم بالشيء. أنا عندي مصطلح بنوك تجارية وعنده مصطلح بنوك إسلامية، بس في الحقيقة حتى الإسلامية تجارية، لكن انشهر مصطلح البنوك التجارية بالبنوك اللي بتمارس أعمال التجارة بدون مراعاة للضوابط الإسلامية، بدون مراعاة للضوابط الإسلامية. وبالتالي البنوك الإسلامية تميزت عن البنوك التجارية بمراعاة مجموعة من الضوابط في المعاملات المالية. أول هذه الضوابط واللي احنا بنعتبر هي أول من أثارت هذا الموضوع هي مسألة التعامل بالفائدة. التعامل بالفائدة، البنوك التجارية إذا اصطلحنا واتفقنا على أنه موضوع البنوك التجارية بنقصد فيها البنوك اللي لا تراعي مسائل الشريعة الإسلامية في تعاملها، فعملها عملياً البنوك العادية أو التجارية عملها قائم على تجارة الزمن، تجارة الديون والائتمان. أما البنوك الإسلامية فالعمل مختلف ويقوم على أسس أخرى تتعلق بموضوع المشاركة والمرابحة والعديد من الصيغ التي تختلف من مؤسسة إلى أخرى. هذا القطاع الحقيقة قطاع تطور رهيب جدا وتطور سريع جدا، وأدى إلى حدوث طفرة في موضوع المعاملات الإسلامية والصيغ المتعلقة بها. هناك العديد من المجامع الفقهية والمجامع الإسلامية التي تتابع أعمال البنوك الإسلامية والمؤسسات الإسلامية، أشهرها ما يعرف بأيوفي، المجلس المختص بالمعاملات المالية وما يذكره منه. عندنا في فلسطين الحقيقة الأمر متطور جدا، وهناك عدة نماذج لبنوك إسلامية موجودة في فلسطين. بعض هذه البنوك على سبيل المثال موجودة في البورصة، عندنا في البورصة تقريبا أكثر من بنك موجود إسلامي موجود في البورصة وتعامل في البورصة، وعندنا أيضا في غزة، تجربة غزة، موجود عدة بنوك خارج إطار سلطة النقد موجود كأمر واقع ويعملون في هذا المجال. إذن الصيرفة الإسلامية أصبحت مهمة جدا ولها جمهورها بالذات من المتعاملين بالنظم الإسلامية، ولا يعني هذا أنه البنوك الإسلامية فقط موجودة في الدول الإسلامية، لا، المعاملات الإسلامية أيضا موجودة في دول غير إسلامية. هذا بشكل عام كمدخل، لكن بودنا أنه إحنا نركز على طبيعة العلاقة ما بين المتعامل أو المودع والوديعة. إذا بنتكلم عن البنك العادي فالعلاقة دائم بمدين، البنوك التجارية العلاقة دائم بمدين. أما إذا بنتكلم عن البنك الإسلامي الأمر مختلف، نحن نتحدث عن علاقة أصلها التشارك والاستثمار. طيب هنا بودنا استعراض أحد أبرز وأهم المعاملات المالية التي يتعامل بها البنك الإسلامي. هناك عدة صيغ
وهذه الصيغ متجددة ولا تقف على حد معين، بالعكس هي متطورة جدا وجار استحداث كثير من الأدوات الجديدة. عندنا صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء. طبعا فلسفة كل هذه الصيغ هي عملية تنقية هذا الصيغ من المعاملات الربوية. يعني لما بيجي بنقول صيغة إسلامية جديدة، الهدف منها هو تنقية العملية المالية، إعادة إنتاج هذه العملية أو الخدمة المالية التي يقدمها البنك التجاري في ثوب إسلامي، حيث أنه ما يكونش فيها أي ربا أو شيء يشوبه من هذا النوع. طيب أول صيغة عندي بيع المرابحة للآمر بالشراء. يعني أنت عايز في البنك التجاري عايز تشتري عربية، أنت بتاخد قرض، القرض هتاخده فلوس أنت، وبعد كده أنت تشتري اللي أنت عايزه وحتدفع على هذه الفلوس مجموعة من الزيادة اللي هي الربوية. في البنك الإسلامي لا، البنك راح يشتري لك هذه وأنت آمر بشرائها، راح يشتريها وضيف ربح ويقوم بتقسيط هذا المبلغ عليه، سواء كنت أنت فرد أو شركة وتعامل مع صيغة إسلامية مقبولة إلى حد ما وعليها نوع من الرضا والتوافق في المجتمع المالي الإسلامي. يعني اللهم في احنا حنأجل الثمن بس حنسلم السلعة. يعني أنت من قوسين، واحد آمر بالشراء، أنت بتأمر البنك اشتري لي، وانت ضامن انه اللي هيشتريك البنك انت هتاخده منه، بس هو هيحط عليه ايه الربح اللي هو عايزه ويقسط هذا المبلغ او يحصله لاحقا. صيغه اخرى يتعامل بها البنك الاسلامي صيغه المضاربه. يعني المضاربه دكتور، بس في سؤال صغير دكتور، ممكن عفوا اجل السؤال بس استعرض النقاط وحتفلك المجال. الان الصيغه الاخرى هي صيغه المضاربه. صيغه المضاربه تقوم على عند اثنين، البنك والمستثمر، أو صيغة المضاربة إطلاقا، واحد عنده طاقة ذهنية أو عضلية وواحد عنده طاقة مالية. فأنا عايزين واحد يستثمر، أنا عندي الفلوس وأنت عندك الجهد على الأرض، فالبنك بيستثمر تحت صيغة المضاربة. يعني المضاربة اتفاق على اقتسام الأرباح بين أكثر من نوع من الشركاء، واحد بشارك بماله، هذا بنسميه اللي هو صاحب المال، والثاني يشارك بعمله وخبرته في القيام باستثمار هذا المال. يعني انت بتجيب الفلوس تحطها في البنك، البنك بيشغلها بحكم خبرته لك، بصير اتفاق على نسبة الأرباح. هذه الصيغة لو كنا احنا حننفذها في البنك الربوي ما كانش موجودة. البنك الربوي فقط بيقول انه انت، يعني ببساطة كده، انت جيب فلوسك حطها عندي وبالتالي خد الفوائد المطلوبة منك. طبعا اذا نتكلم احنا عن بنك اسلامي مرفوضة مبدأ الفوائد، وبالتالي اجت صيغة المضاربة كنوع من الاستثمار. عندك فلوس عايز تحطها في البنك، هشغلك اياه، يا بتربح يا بتخسر، يا بتربح يا بتخسر. كلمة يا بتربح يا بتخسر طبعا هذه كلمة شرعية، لكن في الواقع البنوك نادرا ما تخسر، مش نادرا لأنه هي محمية من الخسارة، لا، هي الأصل أن تربح أو تخسر. البنوك جبانة في الاستثمار، يعني لا تقدم على الاستثمار إلا بعد إعداد كافة الدراسات والمواثيق الخاصة به، وبالتالي احتمالية خسارتها غالبا ما تكون ضئيلة جدا. إذا صيغة المضاربة. عندي صيغة المشاركة. يعني البنك بفتح صيغة للمشاركة، أنت عايز أنت والبنك شو مع بعض، ما عندوش مشكلة. الآن ما تقيسش على البنوك المحدودة اللي موجود عندنا في فلسطين أو شيء، لا، هذا الأمر إذا أنت تتكلم عن رؤوس أموال، تتكلم عن بلدان أخرى، هتلاقي أنه هذه الصيغة تمثل بديل عن القرض بالفائدة، حيث أنه البنك الإسلامي بيقدم نسبة معينة متفق عليها من رأس المال للاستثمار، وانت بتكمل هذه النسبة، بصير التعامل كما لو كنا شركة، كما لو كان البنك شركة دون اي اعتبار. بضل عندي كمان من الصيغ صيغة الإيجار المنتهي بالتمليك. في حاجة احنا بنعرفها في معايير المحاسبة الدولية اسمها الإيجار التمويلي. الإيجار التمويلي يعني انا مثلا عايز سيارة، ثمن السيارة مثلا $1,000 او $10,000 هنقول، فالبنك يقول لك بص انا هبيعك السياره هذه على 12 قسط، بس صيغه ايجار.
انت تسدد ال 12 قسط، يوم ما انت تخلص تسديد القسط الثاني عشر فانا بتنزل لك عن السياره. طالما انت ما سددتش فانت مستاجرها، انا باجرك اياها شهريا ب 1000. 1000 في 12 فصار 12000، يعني انا عمليه تقسيط بس منتهيه بالتمليك. منتهيه ايه؟ بالتمليك. فاذا الايجار المنتهي بالتمليك هو ذاته اللي احنا درسناه اللي هو الايجار التمويل. الايجار التمويل واللي الناس بسموه ايجار راس مالي. في عندي كمان صيغه السلم. صيغة السلم هي أحد أنواع صيغ التمويل اللي البنك الإسلامي بيتبناها. يعني باختصار صيغة السلم بتتم بين البائع للسلعة والبنك. يعني منتج هذه السلعة بموجب هذا العقد البنك بيكون مشتري منه لهذه السلعة وفق مواصفات محددة، بينما يتم تسليم السلعة للبنك في الأجل المعلوم المحدد في عقد السلم. يعني البنك عمليا بيشتري منه وبينتظر انه ايه يسلمه في الوقت المحدد او الاجل. البنك الان بيجري عقد سلم اخر مع عميل طالب للائتمان، يعني عميل ثاني طالب لهذا الامر. وفقا لهذا العقد الموازي يكون البنك ايه بائع للسلعه المحدده بنفس الاوصاف. يعني البنك بيعمل عقدين، عقد مع واحد منتج لهذه السلعة وعقد مع واحد بائع لهذه السلعة في نفس التوقيت اللي بيكون فيه البنك والعميل جايين وبتم التسليم. في عند صيغة الاستصناع المصرفي، هي أسلوب تمويل البنوك الإسلامية أيضا شغالة فيه وبشدة في مجال المقاولات العقارية، مجال صناعة السلع والأجهزة. يعني فكرته إجراء عقد الاستصناع من اسمه استصناع بين البنك والعميل، إنه البنك بده يكون صانع بينما العميل مستصنع. إيش يعني مستصنع؟ يعني كأنه بيطلب من البنك إنه يصنع له. يعني أنت بتيجي للبنك بتقول له أنا عايزك تأسس لي البيت. هو البنك أصلاً ما بيشتغلش تأسيس البيوت أو بناء البيت، لكن في الحالة هذه أنت بتطلب استصناعه، يعني تفضل اصنع لي الشيء هذا. فهو بيلجأ للشركات المختصة وبيصنع لك اللي انت عايزه، وفي النهاية بيتفق معك على فترة وثمن وشروط الوفاء. هذه النقاط أتمنى عليكم جميعا أنه احنا نركز فيها ونحاول نفهمها لأهميتها. طيب البنك من وين بجيب موارد واستخدامات البنك؟ من وين بجيب موارده المالية؟ إذا اتفقنا أنه البنك التجاري ممكن يأخذ موارد قروض من البنك بفوائد، يشتري يطير شمال يمين، احنا هنا حنشوف مسألة الفوائد صفر، لأن البنك الإسلامي لا يعتمد أسلوب الفوائد. فحنلاقي موارد البنك جاية رأس المال، يعني المستثمرين نفسهم، الاحتياطيات والأرباح غير الموزعة، وعندنا الحسابات الجارية، الودائع الجارية اللي فيش عليها فوائد، وعندنا حسابات الادخار أيضا اللي ما عليهاش فوائد. يمكن لو لاحظتم انتم في الفتره الاخيره البنوك الاسلاميه ما عادش تعلن عن فوائد، دائما بتاخذ على صيغه هدايا. يعني بقول مثلا البنك الاسلامي بيقدم عمره، بيقدم سياره، بيقدم شيء عشان يتجنب مساله انه يديك فائد على المبلغ اللي مودع عنده، فهو بيديك مكافاه. هذه تختلف عن فكره الفائد. عندي حسابات ادخارات كلها بدون فوائد، وعندي شهادات استثمار ايضا كله انسى مساله الفوائد. طيب كيف بيستخدم أمواله البنك الإسلامي وكيف بيشغلها؟ عبارة عن احتياطيات في الخزينة جزء منها، واحتياطيات لدى البنك المركزي ولدى دوائر البنوك المحلية والمراسلين البنوك يعني الثانية، واستثمارات سائلة على شكل أسهم محلية. طبعا البنك لا يستثمر في السندات، نظرا لأن السندات إيه بتجيب فائدة وهو بنك إسلامي ما ينفعش يشتغل فيها، فبيستثمر في الشركات اللي مجاز شرعا العمل فيها. هنا بيطرأ سؤال وهو سؤال مهم وحري فينا أن يكون عندنا جواب، وأنا أقول لك إياه مش مهم معك بالمادة العلمية بس يفترض تكون عندك خلفية عن هذا السؤال. الآن ما دام البنك الإسلامي لا يتعامل بالربا وبيودع طب أمواله في خطة النقد عندنا في فلسطين أو في البنك المركزي في الدول الأخرى، طب ما دام هو لا يتعامل بالربا، هل في ضمانات انه اموال هذا البنك لا تذهب الى قروض ربويه؟ يعني انت سلطه النقد بتجبرني احط 10% من اموالي عن سلطه النقد. تمام. طيب هل في ضمانات الاموال اللي انا بحطها عن سلطه النقد هذه
ما يروحش البنك، لو اجى بنك ربا وطلب منه قرض صدق النقد تغطي هذا القرض او لا؟ هذا الكلام يحتاج منكم الى بحث، يحتاج منكم الى تمحيص، يحتاج منكم الى تدقيق لفهم هذه المعطيات. بودي ايضا اربط لكم الامور ببعض حسب القانون المعمول به، الانظمه المعموله بها في فلسطين. كل بنك ملزم بترك 5% من السيوله لديه في خزائنه، يعني باي تليفون، هذه التليفون بنحضرها اللي بنسميها السيوله الحاضره. فالان البنك لو كان عنده مبالغ 5% لازم تبقى حاضره في البنك، ممنوع تتحرك من البنك في كل الاحوال. و10% منها بيروح مودعها وين؟ في خزائن باسم سلطه النقد في بلدنا، او اسف من كلمه خزائن، في حسابات باسم سلطه النقد، ولو كنا في بنك مركزي باسم بنك مركزي. بس تجربتنا احنا الفلسطينيه لحتى الان هنتكلم عن سلطه النقد، وبالتالي بيتم ايداع 10% بحساب سلطه النقد. اذا قديش ضل من الاموال الموجوده عند البنك السيوله لما ناخذ منها 5 وناخذ منها 10؟ ضل 85. الان هذا الكلام ينسحب على البنك الاسلامي وغير الاسلامي، اسلامي وغير الاسلامي. طب ال 10% لو كان بنك مثلا عنده 100 مليون وراح 10% اودعهم في حسابات لسلطه النقد، طب ال 10 مليون هذول سلطه النقد هتجمدهم؟ لا، اكيد لا، مش هتجمدهم، هتشغلهم، هتستثمرهم. طب عوائد هذول ال 10 مليون اللي انا تاركهم على سلطه النقد تعود للبنك ولا لسلطه النقد؟ الآن برضو هذا السؤال برسم الإجابة عندكم، المفروض يكون عندنا برضو عمق ووعي. هذا الكلام بقودنا لقلنا تخليق النقود في المحاضرات السابقة، موضوع تخليق النقود. إذا أنا بحط 10% عن سلطة النقد، إذا أنا بعمل عملية حد لمسألة خلق النقود. يعني خلق النقود في النهاية طالما أنا بوضع نسبة محددة من هذا النقود كاحتياطي قانوني، ونسبة موجودة عن سلطة النقد، ونسبة سيولة، إذا القدرة على خلق النقود وضع لها سقف، السقف هذا هو زي ما قلنا مطلوب هذه النسب اللي أنا عمال بحجزها عن عملية التدوير. هذا موضوع له علاقة بالمواضيع اللي شرحناها سابقا. طبعا أنا راح أكتفي بموضوع البنوك الإسلامية فقط في هذه المحاضرة، على أمل أنه نغطي في محاضرة أخرى ما يتعلق بالبنك المركزي، وادعوكم الى ان انتم يعني تتوسعوا فيها. كل حرف في هذا الموضوع مطلوب، الموضوع نظري جميل جدا، ما فيش فيه اي صعوبات او شيء، يعني انا اطلعت عليه في الاطار النظري اللي معاكم، ما في اي لبس او شيء ان شاء الله. وانا حنزلكم اياه على شكل فيديو ان شاء الله، على اساس احنا نستثمر اوقاتنا ونستفيد من هذه المحاضره، بالإضافة لمحاضرة خاصة بالبنك المركزي. أذكركم أنه إحنا أنا أخذت اختبارات الكويزات على أساس أنه يكون عندكم أفق أنه تخلصوا اختباراتكم مع باقي الزملاء ومع باقي المساقات. من باب العلم بالشيء إن شاء الله راح يكون عندنا كويز تفاصيله موجودة على المنصة. هذا الكويز إن شاء الله غالباً تفاصيل موجودة، الأوقات، كل شيء، هو يتعلق بالوحدة الأولى. الكويز خاص فقط بالوحدة الأولى، وأسئلة إن شاء الله مبسطة ويسيرة، ونتمنى لكم إن شاء الله أعلى الدرجات. إذا أي استفسار إن شاء الله إحنا موجودين. يلا تفضلوا إذا عندكم أي شيء. كيف بيكون الكويز يا دكتور؟ بس علشان احنا ننظم المسألة، استاذنكم من اجل تنظيم الموضوع. الان اجلوا الاستفسارات في الكويز لحد ما تشوفوا الموضوع على المنصة، يعني تبقى واضح، معظم الاستفسارات تكون واضحة ان شاء الله. تمام، يعطيك العافية. السلام عليكم. عليكم السلام. دكتور، في انا عندي اختبار يوم 19 اللي هو يوم الخميس اللي انت محدده، فانا بدي اعرف كويزك الساعه كم عشان اعرف انا هيجوا الاثنين مع بعض. موجود على المنصه. غالبا حيكون في توقيتين لمراعاه استفسار زميلكم. انا حاخذ فترتين، اذا اختبارك اجى ضمنا معاه في فتره فمش حيكون في الثانيه بالتاكيد. انا اختباري الساعه 12 فما بعرف اذا مش حيكون على تحطه الساعه 12. خلص تمام. دكتور، امتى الخميس الكويز؟ ان شاء الله. ما انا عندي كويزين، صحه وبيئه واساسيات اداره ماليه.
أنا بقول لكم عمال هذا الحديث الموضوع هذا يعني مش مشكلة كثير، أنت معك من هاليوم الخميس تدرس المادة وجمدها على جنب مش هو يا دكتور خليها فترتين. هو موجود فترتين، أنا بحكي لكم أجله الاستفسارات في الكويزات لغاية ما تشوفوا المنصة، أغلب أسئلتكم راح تكون مجاب عليها عمليا. في إعلان بالخصوص في المنصة. اه يا دكتور بالنسبة لدكتور الو معك تفضل دكتور، بالنسبة لموضوع بيع المرابحة الأمر بالشراء في عندي سؤال. تفضل. الآن دكتور الآن مثلا واحد بده يشتري سيارة بده يروح ياخذ قرض من الشركة من البنك، تمام؟ بده يقول لهم أنا بدي أشتري السيارة هذه. الآن هل البنك لما بروح بيشتري السيارة هذه من شخص ثاني هل يتملكها البنك ولا لا؟ ولا انا بعرف انه من ناحيه شرعيه اذا البنك ما تملكهاش بكون في الحاله هذه ارتفاف على الشرع. طيب الان انا بس عايز اوضح سؤالك اكثر، انت بتسال في الجانب النظري ولا في الجانب التطبيقي؟ لا انت دخلت في الجانب التطبيقي، فاحنا مهمتنا نعلمك المعامله الصح. الان اذا في خلل في التطبيق هذا يرجع للتطبيق، قد يكون هذا الخلل موجود في بنك غير موجود في بنك اخر، قد يكون هذا الخلل موجود في بيئة يعني نقول فلسطين مش موجود في بيئة أخرى، يعني لو أخذنا مثال أوروبا مثلا لا يمكن تلاقي الخلل هذا، يعني إذا نأخذ إحنا مثلا بريطانيا البنوك الإسلامية اللي فيها المعاملات الإسلامية المؤسسات الإسلامية دقيقة جدا، لكن إذا إحنا بنتحدث عن وجود خلل في بعض الدول نتيجة وجود مخاطرة فهذا لا يعني إنه المعاملة في أصلها فيها خلل، الخلل في التطبيق. بالتالي احنا مهمتنا ندرس المعاملة النقية النظيفة الطاهرة، وبعد ذلك كل هذه التفاصيل لا توقف أصل المعاملة وإيجاز. وضح استفسار ولا أوضح لك أكثر؟ لا وضح يا دكتور وضح تمام. بس هو الفكرة هل البنوك اللي عندنا ده دائما عن النقية ولا خلل؟ يعني حسب رؤيتك انت يا دكتور. استاذنك عشان الصوت ما وضحش في السؤال كان بقطع عندك، بس تعيد لنا السؤال. دكتور بشكل عام هل بكون في المعروف التطبيق الواضح ولا بكون في حسب رؤيتك يعني حاجه زي هيك؟ طيب تمام انا هجاوب اسئلتكم، انا ما بسالش سؤال تحديدا بالضبط، بس هيك تهيأ لي انه يقصد زميلكم يعني الى اي حد احنا في الواقع مطبقين للمعاملات الاسلاميه بنمطها الاسلامي المطلوب، هيك زي اللي تهيأ لي انه هيك يقصد في السؤال، يعني لو نزلنا للمعاملات الاسلاميه هل هي اسلاميه عن جد ولا فيها لبس؟ بص معي، من الناحيه النظاميه يوجد في كل بنك هيئه شرعيه ويوجد في سلطة النقد هيئة شرعية. هذه الهيئة الشرعية مهمتها دراسة كل معاملة على حدة. الآن هذه الهيئة الشرعية مكونة من مختصين في الشريعة الإسلامية ودارسين، هم يقوموا بدراسة كل حالة على حدة وإجازة كل حالة على حدة، يعني مش إجازة عامة. وبالتالي الهيئة الشرعية هذه إذا أقرت معاملة بتم المشي فيها، إذا لم تقر هذه المعاملة يتم إيقافها بشكل سريع. وبالتالي أنا لما أجي أتعامل مع البنك أو أتحدث يعني إنه أنا جاي أخذ سيارة أو جاي وشاكك في هالصيغ، يعني أنا برمي الناحية الشرعية على أهل الاختصاص إنه أنا تركتها في رقبتكم. الآن هذول العلماء الثقات صار عندهم لبس أو شيء الأمر مش عندك، عند الأجاز هذه المعاملة، تمام؟ هذه من ناحية. من ناحية ثانية تخيل معي البديل، إذا إحنا هذا السوق اللي هو السوق الإسلامي الناشئ والحديث، إذا هذا السوق إحنا ما دعمناه وما تعاملناش معاه وظلينا مصرين نتعامل مع غيره عمره ما هيتقدم، فالأصل إحنا بندعمه بنوعيه وبنوجهه بنقول له عمل معاملة الفلانية فيها خلل وإحنا مش نمشي معاها لأنه فيها خلل شرعي، واحد اثنين ثلاثة بغير وبدل، لأنه هدف البنك بالنهاية إرضاء الزبون تقديم خدمة، هو مش فاتح لغير هيك. يعني بص معي الان هذه البنوك واعده، ايش واعده؟ يعني مستقبلها جدا جدا مرتفع،
مستقبلها عظيم جدا، اسهمها في ارتفاع. يعني انا اديك مثال عندنا في فلسطين، البنك الاسلامي العربي اشترى بنك فلسطين، لو لم يكن لهذا البنك مستقبل واعد لما اشترى بنك فلسطين من اصله. بينما بنك القاهره عمان فرع المعاملات الاسلاميه باعها للبنك الاسلامي العربي، خدها منه. طيب تمام، البنك الاسلامي الفلسطيني اشترى البنك الوطني في رام الله. اذا احنا نتكلم عن بنوك الكل ينظر لها على انه هذه لها مستقبل واعد ويتهافت على شراء السهم، وبالتالي الاصل ان احنا ندعمها. واذا في اي خلل في السلوك او خلل في التطبيق لا يعيب المنظومه اطلاقا، لا يعيب المنظومه. يعني بنطلع على امل انه احنا هذه الصناعه تتطور، هذه الصناعه تنمو، هذه الصناعه ان شاء الله تزدهر ونصل لمرحله انه تكون اسلامي كامل 100% حقيقه واقعا وعملا. اما اليوم اذا نتحدث انه هذه اسلاميه من ناحيه شرعيه، لا املك لك اجابه واضحه على هذا السؤال، هذا يحتاج الى جهات شرعيه مختلفه. لكن في اطار تخصصنا، وانا سبق درست مساقات اكثر من مسار اسلامي، من بينها المحاسبه الاسلاميه ومحاسبه الزكاه والمعاملات الاسلاميه، واستطيع القول انه البنوك الى حد ما قطعت شوط كبير جدا في مسار اسلاميتها ونهجها الاسلامي. اي استفسار يا شباب؟ طيب اذا فيش اي استفسار دعونا ننهي لقائنا، وبانتظار انه نلقاكم ان شاء الله في الكويز وفي الفيديوهات القادمه ان شاء الله. في رعايه الله.